عارف لك شي حدا مش اناني، ما بيبني سعادته عضهر التاني. كلنا عنا لنا والله مش بس انا، في ناس بتخبيها وناس بتبينها. هالاغنية بتحمل عنوان الانا، وكان اطلقها مروان خوري خلال الايام الماضية، وقبل اطلاقها بفترة بسيطة كان تحدث عنها للزميل فراس حليمي بلقاء جمعهم على هامش احد حفلاته بلبنان. مشتاقين اول شيء؟ احنا بالاكثر فراس. شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. صيفية حلوة مبينة ان شاء الله يا رب. اجواء حلوة اليوم، حفل مع هاني شاكر، هالثنائية الحلوة اللي صرتوا مشاكلينها من وقت ما عملنا الحلقة بطرب مع مروان، صارت هيك الناس بتنطر هيدي البصمة اللي بتجمعكم، وصار في صداقة حلوة بيناتكم. صحيح صحيح، هو من الأول فيها العلاقة بس فعلا تعمقت وتوطدت من وقت الحلقة اللي كنا مصرين إنه نعملها ببداية الموسم الخامس، وكانت النتائج هالقد حلوة لأنه في مشاعر مشتركة، في أشياء مشتركة بالفن بالموسيقى وحتى بالشخصية. وعن جد مبسوط من قلبي اليوم بهالوجود الكبير للناس، ومبين هالقد في محبه. امبارح بموازين، اليوم ببيروت، بكره محلات كثير، صيفيه حافله ما شاء الله، ولكن هالنشاط مش عم بيقابله بالمقابل نشاط بالانتاج. انتاج الاغاني الخاصه. شو في اغنيه جديده بعنوان كلنا عنا الانا، كلمات على المولى الحاني. فنان عاده تحديدا بتكون الايجو تبعه اعلى من غيره، انت تعبت لحتى سيطرت عليها في مرحله من المراحل؟ بلاك ما عندي اياها، ما عندي، لاحظت انه ما عندي اياها، مع انه الفنان لازم يكون عنده ايجو. يعني كل شيء لازم يجذبه لقلو لمصلحه، مش حاله لمصلحه شغله تنجحه. بس تقدير ذاتي يمكن موجود. تقدير ذاتي اكيد اكيد لازم ضروري، ولا ما بنجح. صورت الغنيه كمان مع الغنيه مع وليد نصيف الصديق، ويلا قريبا شي جمعة إذا الله رد. لا لا مش بشكل مباشر، ايه مزبوط، بس مش بشكل مباشر، ما في شك أي مخرج حيبلش يستخدم، بس مش بطريقة مباشرة. عنا طبع غريب، فاكرين الأرض بتبرو كرمالينا، نستكتر حياة عيبالة، ما بدنا نعيش الحد بس بدنا الكل بعيدا عن اغنيته الخاصه. مروان قدم عده اغاني بالبوم اليسا الاخير، فهل هو راضي عن الاصداء والنتائج؟ اصداء حلوه لالبوم اليسا رغم كل الظروف المحيطه فيه، قديش راضي على النتائج؟ قديش مبسوط بالاصداء؟ وشو اكثر اغنيه هيك حسيتها وصلت للناس؟ يعني التفاصيل بقول لك اني انبسطت والنتائج حلوه، بس مثل ما قلت في ظروف وقت بتزعج العمل شوي بتاثر على مسيرته بشكل طبيعي، اكيد الغياب عن اليوتيوب وهالتفاصيل، بس حلو انه العمل نزل. يعني الناس ناطره كانت كلها هالكومبينيشن بين مروان وإليسا، هل حسيت انه النتيجه على قد النطره؟ بعتقد، بس انتم بتعرفوا اكثر، انتم بتعرفوا اكثر، يعني ما فيني انا بس اسمع المحيط تبعي، وجمالا ما باخذ بس على محيطي انا، سو انتم بتحسوها اكثر برا. لا شك بان اعمال عظيمه وحلوه، انا حبيت حظ ضحك لي، حسيتها هيك قريبه 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 للناس وبالحديث عن الانتاجات الاخيره، كان لابد من التوقف عن ديو خدي الغمرات اللي اطلقها مروان على طريقه الديو مع الفنانه بلقيس. بلقيس عملنا ديو حلو، خبرني كيف كمان كنت راضي على الصدى، مبسوط بال الصدى حلو كتير، يعني الجمهور اللي بيحبنا اذا بدك، اللي ناطرني انا وناطر بلقيس، كان انتظاره على القد. اوكي هلا بترجع، في مش جمهور واحد، في جماهير والاذواق مختلفه. انا همسك، انا حسك، انا بدمي كنت حسك، انا نبضي يا جر قلبي، انا نص انقصم نصك.
مروان كشف عن تحضيره لعمل لبناني للفنان فؤاد عبد الواحد اللي كان سجل إطلالة مميزة معه ببرنامج طرب مع مروان. فؤاد عبد الواحد من الفنانين اللي محققين نجاح كبير بالخليج اليوم، ولكن حلقته بطرب مع مروان عرفت الجمهور الشامع اللبناني والسوري واخذت صدى يمكن من اكثر حلقات طرب مع مروان. وموعود فؤاد كان بالحلقه انه بعد هالحلقه في تعاون، وصراحة ما بخفيك من كم يوم بعت لي قال لي وين انت وعدني انه رح يصير في طيب تعاون. ما انت الوسيط. هلا وقت تعرفت عليه انا حبيته اكثر، وفعلا حلقه مميزه. كل حلقات الموسم الخامس حتكون مميزه. للاسف الظروف، الظروف تعبنا بس ما بيروحوا المطرح، من ضمنهم هالحلقه اللي كمان الظروف اللي صارت كمان يمكن بعدت ما نضل على تواصل مباشر. ان شاء الله الامور بترجع. بدك تعمل له شيء لبناني ولا خليجي؟ لبناني لبناني، لانه بيلبق له صوته بيقدر يقول كل شيء. كما صرح مروان انه النجمة الذهبية نوال الزغبي طلبت منه لحن وهو بصدد تحضيره. طب شو في اشياء تانية بتحضر؟ في كتير اشياء. عندي خبرية، نوال الزغبي اتصلت فيك وقالت لك بدي لحن. ايه اكيد عم بشتغل على طريقة نانسي ولا على اي طريقة المرة؟ لا هلا اذا بقولوا انا قصد نانسي العكس تمام يعني. لا لانه لا لا عم بحاول سرع. مطبخك بطيء؟ مطبخي بطيء. يعني حتى صديق هاني شاكر قديش طامي كان مفروض يكون في أغنية اليوم قدمها سوا، قال لي مروان يعني كنت ناظرك أنا كمان كأنه زعل، مش زعل هو، قال لي بتمشي على مهلك. قلت له ايه مثل ما قلت مطبخي بطيء، ماني هالأكيل على فكرة. بس في ديو حلو كمان رح يبصنوا قريبا انت وصابر رباعي، غنيتوا بطرب مع مروان لأول مرة، رح نرجع نسمعه بعد. طالع حلو كتير. هو انشغل مع الفرقة لايف يعني مع الصديق محمود عيد، حيكون شغلة حلوة إذا أردت. طرب مع مروان من البرامج الناس بتحبها وبتنطرها. التأخير اللي صار بسبب حرب غزة أكيد يعني الأولوية لهونيك، لا مأساة الناس يعني. إحنا هون بعدنا عم نتحرك تنقول إنه الحياة مستمرة، بس فعلا منا على طبيعتنا أبدا لأنه الوضع هالقد صعب. إبداعات كتيرة بجعبة مروان خوري عم ينتظر الجمهور العربي على أمل تبصر النور جميعا وتحقق النجاحات المتوقعة.